طبعا بالنسبة لموضوع تقييم الأداء الحكومي خلال هاي الفترة اللي قامت به لجنة تقييم الأداء الحكومي داخل مجلس النواب، هذا التقييم كان في نوع من المجاملة حقيقة للحكومة، وإلا إذا أخذنا الأرقام الحقيقية لما قامت فيه الحكومة ما راح تكون هاي النسبة، النسبة بحدود 12% وليس 17%. وتعرف هذه اللجنة لجنة مختصة، يعني ولجنة تتكون يعني بحدود 21 او 23 نائب من جميع الكتل السياسيه. فهاي طبعا اجت بناء على معطيات وعمل وكتب ومتابعه للوزارات. فاعتقد يعني تقييم اللجنه كان تقييم حقيقي رغم وجود هذه المجامله اللي اتخذتها من جانب اللجنه حقيقه. وهذا هم يعني يفترض في مجلس النواب أن يكون يعني يطلع الشعب العراقي على الأرقام الحقيقية ونسب الإنجاز الحقيقية لكي يكون واضح أمام الشعب أداء الحكومة وكيف يكون أداها وما هي المهام والمنجزات التي قامت فيها الحكومة خلال هذه الفترة. فيعني كان هاي الأرقام يعني كانت حقيقة 17%، يعني كانت هاي يعني فيها نوع من المجاملة، لكن هو هذا التقييم اللي وصلنا له حقيقة. وطبعا للعلم أنا أعطيك معلومة، يعني يوم التقييم داخل مجلس النواب يعني جلسة التقييم كل الكتل السياسية أو نقول الأغلبية كل طبعا لقت بيانات وشادت بالفشل وقالت الحكومة ما استطعت أن تقدم شيء، منهم من ذهب باتجاه الأقالة الحكومة، منهم من ذهب باتجاه